السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه يوميه الفراشه. اذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه تاعي، من فضلكم الضغط على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا ندخلوا مباشره في وصفه تاع اليوم. اليوم جبت لكم وصفه يعني تاع ناس الشرق، ديتكم البلاد الشاويه. راح ندير معكم واحد الوصفه، انا هذه راح يعني نديرها البلاد بلادي، يعني خاصه ناس بليده وناس تيبازا خاصه، لانه ما يعرفوش هذه الوصفه. وحنايا من محبي يعني من عشاق ومحبي المعارك او المسمن، ونديروه تقريبا كل اسبوع. اذا من ذاك نبغوا نبدلو، اذا حبيت يعني نوري هذه الوصفه للبنات تيبازا خاصه، هكا يا باه يعودوا يديروها في المناسبات ولا في اي او يوميا. اذا الوصفه هذه راح ندير معكم زيراوي تاع ناس الشرق، انا تعلمته في بيتنا، علموه لي بنات بيتنا كي رحت عندهم زياره، عجبني بالبزاف واصريت اني لازم نخدمه، وخدمته شحال من مره، ووكلت يعني به يعني حباباتي وجارتي وعجوزتي وعجبهم بالبزاف. اذا ندخلوا مباشره في التفاصيل. نحتاج الى يعني هذه المكونات الاساسيه، عندي معارك وعندي التمر. عندي المعارك لهنايا، شوفوا انا عندي معارك، هادو جابتهم لي مرت بابا، يعني نقولها كثر خيرك هكا باش لقيت باش نصنع زراوي. انا عجزت على المعارك صراحه، على خاطر يعني يستهلك هاد الزراوي كميه مليحه تاع المعارك، او كل واحد رقاق ولا كل واحد كيف يسميهم. اذا حنا رانا نديروا المعارك تاعنا تاع زوج، احنا نخليكم تشوفوا كيفاه ندير المعارك تاع زوج حبات هكا باه يساعدكم، يجي يعني ما شاء الله يعني يجي شباب بزاف ومورق. اذا نوري لكم كيفاه نديروا المسمن تاعنا تاع زوج. بعد ما عجنت العجينه طبعا كما تعرفوا عجينه المسمن مقرصها كما راكم تشوفون، نقرصوها مليح صغار حبيبات صغار، ونديروا لهم الزيت بهذه الطريقه، ونحطهم على جهه نغطيهم بالساشي كي يرتاحوا شويه، نبدا نفتح في العجينه تاعي عادي. اذا كما راكم تشوفون راني نفتح في يعني في الخبزه الاولى باستعمال الزيت، هذو يخرجوا مورقين بزاف. راني درت الاول درتها مربى حطيتها على جهه، دوكا نجيب اللولانيه كما راكم تشوفوا ونحطها في الوسط ونغلق عليها بالثانيه كما راكم تشوفوا باستعمال الزيت باش يجينا مورقين في الوسط. حنا هذو تاع ولايه تيبازا يجيو روعة. بعد ذلك نخليهم هكا على جه، كي نخدم واحد 6 ولا 7 نخليهم يريحوا يرتاحوا شويه، ثم نبدا نطيب فيها. بعد ما شفتوا طريقه صنع المعارك يعني تاعنا اللي نديروهم حنايا، الان واش راح نديروا؟ المرحله الاولى واش هي؟ لازم نقطعوا المعارك تاعنا ولا الرقاق تاعكم، نقطعوهم قطع صغيره. هي نورمالمون هو كاين سيار سبيسيال لهذا الزراوي، لكن واش قالوا لي بنات يعني بنات الشاويه بنات باتنا اللي رحت ليهم كامل، تحيه للناس لا فامي زعتر في اريس. اذا هما يستعملوا السيار، بصح دوكا ولاو بعض العائلات يستعملوا الروبو، يعني يرحيو العجينه تاعهم في الروبو، يعني السيار عادت تدي الوقت وتشد اليد. اذا انا ما عنديش السيار هذاك وما كاش هنايا اصلا في تيبازا كامل، اذا انا راح نستعمل نرحيه بالروبو. اول مرحله لازم نقطع هكذا، يا نقطعو كامل رقيق باش يترحالي بسهوله هكذا عشوائيا كما راكم تشوفوا، ماشي لازم رقيق بزاف هكذا حق ما يدخل في الطاس تاع الربو باه يرحيهولي. هذا ما كان شوفوا بهذه الطريقه. اذا راني كملت قطعت كامل المعارك تاعي، شوفوا كيف قطعتهم. الان نجيب يعني الربو تاعي اللي نرحي فيه الكاوكاو، ندير بالكميه صغيره ما نكثرش باه ما نخسرش الربو تاعي طبعا، ونبدا نرحي فيه عادي.
اوليكم شوفوا كيفاه ترها شو شحال الشباب الله الله غير تاع يعني تقدوها هكا حتى هذه الفكره ديروها كيما حنا نديروا المسمن تاعنا مع السن قطعوه موراه كيما هكذا يجيش والله غير يجي شويه عيان. شوفوا بهذه الطريقه وديروا يعني تحطوه في طباسه صغار الله الله يعني شوفوا شحال طري وشباب. اذا نكمل كامل نرحيه بهذه الطريقه تبعوني خطوه خطوه وان شاء الله بنات بلادي كامل يتعلموا هذا الزراوي حتى انه تقدروا ديروه كمشروع وتفرحوا به يعني تسترزقوا به وتحطوه في المحلات. اذا نكمل انا كامل نرحيه راني كملت رحيته كامل. شوفوا شحال شباب يعجبني بالبزات يدي لي عقلي وطري الله الله. شوفوا بسم الله شوفوا شحال الشباب هايل غير بالزبده والعسل اللي يجي روعه ما شاء الله. اذا باه نكمل الزراوي تاعي واش عندي. عندي الغرس تاعي درته يفور باش يرجع لي طري. شوفوا وها فورته وحده. اذا شوفوا هو في الحق هما يديروه بالتمر عادي ولا يديروه بالغرس عادي. هما التمر عندهم بالبلايين اكيد دوك التمر راهو غالي ما كاش لي يقدر يجيبو باه يصنع بيه كاش حاجه ولا. اذا حنا انا نستعمل الغرس حتى هما يستعملوا الغرس هذايا لازم يكون شويه طري فوروه ونديروه فوق هذاك العجين يعني هذاك داك المعارك اللي قطعناهم هكذا. هذا هو المكونات الاساسيين تاع هذا الزراوي. نبقى ندير هكذايا هو يعني راه سخون ومستعمل يديا بصح حق ما يبرد فقط كما راكو تشوفوا. ونبدا دوك نستعمل يديا نحك هذاك التمر مع هكذا بسم الله ندخله مليح مليح في هذوك المعارك مقطعين. بهذه الطريقه لازم كامل هذوك رقائق تاع المعارك كامل يذوقوا شويه من هذاك الغرس. شوفوا كيفاه رجع بعد قعدت بقيت غير نحك هكذا. كميه الغرس ما تهمش تقدروا تنقصوا الغرس يعني كميه الغرس لازم كميه تاع المعارك تكون اكبر من الغرس يعني ماشي شرط يكون عندكم نفس الكميه لا لا. تبقاو ديروا هكا تحكوا ما بين يديكم. هما عندهم السيار كيحكوا هكا يعاودوا يخرجوه في السيار واحد الشبكه يعني سبيسيال تاع ناس الشرق. وهذا الزراوي هذا هما يديروه يعني للنفسه ولا في المناسبات السعيده كمقبله يعني كي رحت انا عندهم في الاعراس تاعهم يحطوا لنا قبل العشاء يحطوا لنا الزراوي هكا في صحن هما ياكلوا جماعه ياكلوا خمسه سته من طبسي واحد مع اللبن. واش نقول الان واش ندير دوك نعاود نرحي هذا راح نعاود نرحيه في هذاك الروبو لازم نعاودو له المره الثانيه باه نرحيوه المره الاخيره. وكان عندي السيار راح نخرجو في السيار بصح كي ما كاش لازم نعاود نرحيه. ونظن بلي الطريقه هذه تاع الروبو احسن من السيار. بسم الله ندير بكبيه غير صغيره باه ما يتعجنش لداخل ماشي راح نرحيه بزاف راح نرحيه غير شوي حق ما هذيك المكونات يتجانسوا مع بعضهم فقط. ملاحظه كي تبداو ترحيو اكيد حاجه معجنه كي يبدا يلصق يعني هزوه هكايا بهذه الطريقه باه يعاود يهبط كامل وديروا له هكايا ما تبقاش غير تحركوا بهذه الطريقه. راني كملت كما راكو تشوفوا راني كملت المره الثانيه هنا الزراوي تاعي راهو واجد يعني خلاص. ندير له هكا بيديا على خاطر التمر راكم عارفين باللي يلصق مع الاخر باه نفتحو كامل كيما نديرو للطعام باه نحلوه. اذا هذا الان انا هما واش يديروا هما يخدموا يعني يتعاونوا عليه كي يحبوا يكون عندهم عراس ولا يتعاون كاع العائله كل وحده تستع كونتيتي تاع المعارك ومن بعد يتلموا يصنعوه وباه يكونجليوه كيما راهو يعمروه في الاكياس ويخبيه في الكونجيلاتور مجمد كي تنحيوه تنحيوه واجد يعني ديكونجيوه عادي وتستعملوه. انا هكذا ماشي راح ندير له زبده وعسل انا راح ناكلو باللبن يعني نفور وناكل نحطو في الطبسي وناكلو باللبن واحد البنه ما نحكي لكمش روعه بصح في المناسبات مثلا نقولوا نفسه ولا اسبوع ولا اي مناسبه سعيده تقدروا تعمروا يعني ديروا في يعني في صحن بسم الله ديروا في صحن التقديم
وتزينوه يعني تزينوه بسكر غلاسي لي طراجي، شويه قرفه، شويه جوز، لوز، كيما حبيتو، حتى الا بسكر غلاسي فقط، ولا يعني ديكوريوه، ولا يعني وديروا ثاني تيكا، تقدروا ديروا له يعني تسخنوا زبده مع عسل كيما نديروا حنايا المسمن تاعنا، وتسقيوه، تحطوا وتسقيوه بعسل وزبده، ولا تقدروا تخلطوها كامل العسل والزبده تكون سخونه ومن بعد كتسقيو هكايا للضياف تاعكم. بصح احسن انه هكذا اللي هو حلو، ما نكثروش بزاف الزبده وعسل، نديروه في صحن تقديم ومن بعد كنفرغوا عليه غير شويه زبده وعسل من الفوق مخلطين مع بعض سخونين، ومن بعد كنديروا عليه التزيين. واذا احنا ناكلوه يعني كمقبله يعني قبل الاكل، هما يحطوه قبل الاكل يعني باه يمدوا الشربه كامل، هما لا هما يقدموا زراوي كحاجه حلوه لافتتاح الشهيه تاعهم هكا كمقبله، يحطوا طبسي ما بيناتهم، يقدموه بالبن. انا هكايا راني وصلت لكم المعلومه، ونقول لكم باللي جربوه يا بنات بلادي، خاصه بلاد تيبازا بنات البليده اللي ما يعرفوش هذا الزراوي هذه، جربوه وتشوفوا كيف راح تدعوا لي وتشكروني، باسكو انايا عجبني بالبزاف، انا جد ذواقه، نبغي الاكلات التقليديه، وعندهم عده اكلات تعلمتها منهم تقليديه، واش نقول لكم جد رائعه. كما قلت لكم تقدروا تستعملوه حتى انه تسترزقوا به، حتى تقدروا تخدموه يعني للبيع، ديروا كيلو تحسبوا واش خسرتوا والتعب تاعكم، وتبيعوه في المناسبات ان شاء الله. انا ماذا بيا ينتشر هذا الزراوي، ينتشر في ولايه تيبازا كامل، على خاطر واش نقول لكم جد رائع، يعني قليل واش راني نهضر، قليل لازم تجربوه نتوما باه تعرفوا واش راني نهضر. كيما كلاتو جارتي وعجوزتي ولوساتي ومن ومن كلاوه وعجبهم بالبزاف، وانا ثاني. اذا ما تقولش راني تهضر بزاف، على خاطر لازم نوضح لكم ونفهمكم مليح مليح، ونطلب من اخوات اللي عندي في القناه ناس الشاويه، خوخه الشاويه وكامل، يعطوني رايهم في هذا الزراوي اللي خدمته في الدار من ايدين بليديه او تيبازيه، وعطيو لي النتيجة، يعني النتيجة شحال تعطوني على 10، بالي كون نلقى 5 تحت العشرة، على خاطر راني اجتهدت وخدمتو، ويعطي الصحة زوجة الأب تاعي اللي باثت لي جابت لي المعارك البارح كمية كبيرة، قولها صحيتي عليهم باه راني درت الزراوي. إذا أنا نحطو في طبق التقديم ونرجع لكم. راني رجعت لكم ورجعت جبت لكم الزراوي تاوعي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونظن بلي الشرح تاعي كان جد مفهوم وبالتفصيل هضرت لكم اهو ليكم. انا هذا يا خليته باه ناكلو بالبن، حنكونجلي منه شويه، حنقسمو على خاطر ما ناكلش بزاف طبعا، يقهم بكميات صغيره، هذا نخليه هكا، وكي نبغي ناكلو ولا نقدمو للضياف ولا نحيه ونخليه نديكونجليه ونفورو تفويره وحده برك، غير حاجه خفيفه حق ما يسخن فقط، ونقدمو مع البن. ولا كيما هكذايا انا درت لكم تزيين بسيط جدا هكذا يتكل حلو، يعني يعني بمسمن، وكما قلت لكم تقدموا هكايا، ديروا له زبده وعسل سخونين من الفوق، ومن بعد كالتزيين يكون كيما حبيتو، ما ديروا له سكر غلاسي شويه لو شويه جوز، اكيد في اطباق تكون شابه كبيره ولا على حسب الغاشي اللي عندكم ولا المناسبه اللي حبيتو تقدموها. اذا ان شاء الله يا ربي تكون الوصفه هذه يعني وصلت ليكم وهكايا، وتجربوه وحتدعوا لي ان شاء الله، واش نقول لكم روعه روعه روعه، حق ما نهضر عليه ما نلبيش يعني ما نوفيش نشكر فيه الدرجه اللي نوصل ليها. اذا نقول لكم فقط ما تنساوليش الجيم على الفيديو، خليو لي تعليقات تاعكم باه نبقاو على تواصل، واذا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه تاعي ديروا لي اشتراك وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. سلام عليكم.